حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا القاهرة ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. قطرات الندى، سلوان محمود، الأوسط من القاهرة. يا رب يا الملك، يا رب يا الملك، والأمر والأمر لما أعددك يا رب. يا تتجدد مع مشرق شمس سكت، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحاب بكر، ولدعائنا أبواب سماء. أعزائي المستمع صباح الخير. عناوين جريدنا النهاردة بتقول: شكرا لك عزيزي المستمع. أخبار خفيفة عدها وقدمها لكم اليوم حمدي عبد المجيد. الساعة الآن 8:15. قول القاهرة. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي زي الفحر. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي، يا حبيبي، بالسلامة. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير صاحبتك السلامة.
عزيزي قائد السيارة المسافر لقضاء إجازاتك خارج القاهرة، نرجو مراعاة الآتي أثناء رحلة السفر ضمانا لسلامتك. عندما ترغب في تخطي سيارة أخرى اتجه قليلا نحو وسط الطريق لاستكشافه مستعملا إشارات الاتجاه، ثم نبه سائق السيارة الأمامية برغبتك في تخطيه، وذلك بواسطة آلة التنبيه وباستعمال الكشافات لمدة قصيرة أي ومضات أثناء الليل. ونحن نتمنى لك رحلة سعيدة وكل السلامة. عزيزي المستمع، في طريق السلامة، إلى اللقاء، رافقتك السلامة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. هنا القاهرة. كان يا ما كان، بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه، توتة توتة، غنوة وحدوتة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا، برنامج صنع الفابريكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا. طنط سناء، عمو حسن. خمسة لقلبك، مع تحيات إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. هنا القاهرة. مجدي سليمان. كله تعالوا
وقف معايا كتير في على قد الحال عشان ليه البنت بوس كل حاجه جميل. انت شفت بنت موس دي بارده يا بنت انت على راسنا ده منورينا وديه نجاه اللي بيها ليش بتاعي يا خالد كده احنا من غيرك ولا حاجه انت اختي وام صاحبتي وحبيبتي ربنا يخليك يا اخي 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 ربنا ي